مريم عجبني نومي هون. الارض موسخه، هلا بتوسخ حالك قوي. لك هم لك 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 انا بدي اتوسخ، انا بحب الوسخ. لك ليش عم تعمل هيك؟ فهمني. عم بشتغل شغلتي، مو انا بمسحها، عم بمسح الارض. شو علي؟ انا بمسح. انت اكبر قدر ابن عمي. قوم. انا لا اكبر قدر ولا شيء، انا طرطور حقي فرنك. لك لا تفضح دم. بدي اطلع بمسح امسح بدي اطلع. ابن عمي ممكن تفهمني من شو زعلان؟ لك انا بدي افهم بس، فهميني بس فهميني. لك انا رجال ولا ماني رجال؟ فهميني. لك رجال رجال، حدا قال لك مو رجال؟ طالما رجال لك ها. طيب رجال، ليش كنت عم تخلصيني امبارح قدام ابو دانيل؟ هلا مشان هيك زعلان. طبعا، ما شفت شو قال لي؟ قال انا قاعد بدون اطور الدرع. فشل بنص عينه، ما بيجي اتكاحلك بالرجوليه. لا ستي ما فشل، وانا ناطور درع، وانت ما عم تحترمي. خلص الك علي اني انا ما احترمك. وبنتك لما كانت بتحكي ليش رجعتيني لبرا؟ ما بدي وجه لك راسها. ما بدك توجعي لي راسي تطلعي انت وياها لبرا، مو بتابعيني لي لبرا. خلص ابو طمزه، ما بيصير الا مثل ما بدي. بدي امسح حالي بالاراضي كلياتها، شو فيها؟ من هلا ورايح، اذا بتقللي انت قدام العالم بطلع بمسح الحاره كلياتها، فهمتي ولا لا؟ فهمت. ما طعمي. فوت. ايه تعا فوت. لك فوت. وهمك فوت. لا نعم. بدي احكي معك بموضوع. ايه على عيني، ممكن ابن عمي تتركنا لحظة؟ لك قوم قوم غلطنا. انا ما جيت، ما يصف عني يا الهي، خلصني من عيشتنا. خليك خليك ابو طمزه، مو غريب احكي. لا ما بدي احكي. مرت عمي انا عايزك بموضوع خاص وحساس كثير كثير، باعتبارك ولية امر غاده. ولي امر غاده؟ ابو طمزه احكي معه مباشره. شوفي رح احكي. غاده ما عم تحلب صافي. شو يعني؟ يعني عم تلعب من ورا ظهري. فشل صرميتها تثبت عنك هي. عم اقول لك شفتها بعيني لما ضحك لها بالسرفيس. لا برا لا برا لا برا لا حدا لا لا افتح هرب انت. انت مالك بنات عنا النوم؟ واللي بده يشوفني غدا ما بيشرفني انه احكي معه نوم. طيب خليني فهمك. ابو عليك. طيب اسمعني من الاول. ساعتك واقف هون ولا؟ لحق ايدحك كف تاني، خليك تلم اسنانك من تحت الكراسي. طيب خلوها لبنتكم بوشكم لشوفكم كنت تعملوا بعدين. ألف واحد بتمنى صنعتها. شو لقيتيني؟ إن شاء الله أكون عجبتك. تسوى دينك دهب تقلبك.